لتسليط الضوء على الصراع السياسي في العراق معنا من عمان الدكتور غازي فيصل الأكاديمي والدبلوماسي العراقي. بداية مرحبا بكم دكتور غازي. أهلا وسهلا، مرحبا. صحيفة العرب اللندنية قالت إن واشنطن تعارض تولي سياسي موالي لإيران منصب رئاسة الوزراء. إلى أي مدى الآن دكتور نحن أمام صدام ربما أمريكي إيراني في العراق؟ نعم، هذه مشكلة من المشاكل المعقدة اليوم على صعيد العراق، على صعيد الانتخابات القادمة التشريعية. مؤكد أن واشنطن لا ترغب على الإطلاق برؤية رئيس وزراء اللي يشكل سلطة تنفيذية مهمة في العراق ومن الموالين للحكومة الإيرانية. لكن الواقع اليوم في العراق السياسي طبعا والاجتماعي والعسكري الأمني معقد جدا. هناك الكثير العديد من الميليشيات اللي ترتبط بالاستخبارات الإيرانية ولديها تصريحات واضحة وصريحة بالإعلان عن شن هجمات عسكرية لمواجهة القوات العسكرية والقواعد العسكرية بالعراق. وفي نفس الوقت القوات الأمريكية تحذر هذه الجهات من القيام بأي عمليات عسكرية ضد المواقع الأمريكية. نتذكر تماما الرسالة اللي وجهها رئيس المخابرات الأمريكية إلى جنرال قاسم سليماني حول هذا الموضوع. وفي نفس الوقت السيد العبادي يحاول أن ينتهج دبلوماسية للتوازن بين واشنطن وطهران، وأعتقد هذا الموضوع جدا معقد. ولكن أيضاً على صعيد يعني تحقيق نتائج إيجابية في بهذه النقطة تحديدا، يعني الصحيفة صحيفة العرب اللندنية أيضا قالت إن العبادي فشل بإحداث هذا التوازن بالعلاقة ما بين طهران وواشنطن. هو يحاول، يعني اليوم في مؤتمر الطاقة تناول هذا الموضوع بالذات وعبر عن استعداده للني بالنفس عن هذا الصراع بين واشنطن وطهران والذهاب إلى تحقيق سياسة للتوازن بين الطرفين. لكن هذا الموضوع أو تحقيق سياسة للتوازن بين طهران وواشنطن موضوع معقد جدا، لأن هناك تحالف استراتيجي بين الولايات المتحدة والعراق، هناك قواعد عسكرية، هناك عمليات عسكرية لمواجهة الإرهاب تقودها القوات الدولية والولايات المتحدة الأمريكية. وفي نفس الوقت الوجود الإيراني العسكري والاستخباراتي والاقتصادي والاجتماعي والسياسي، لاحظنا في التقرير كيف الجنرال قاسم سليماني موجود بين أطراف العملية السياسية في العراق وبين الأحزاب ويحاول يوجه عبر المرجعيات الدينية المختلفة للضغط على أو للتأثير على أيضا عبر الأموال طبعا الإيرانية على هذه الانتخابات ونتائج الانتخابات. إذا هناك صراع أمريكي إيراني مفتوح اليوم على صعيد مستقبل المجلس التشريعي أو مجلس النواب القادم ومن سيكون رئيس وزراء العراق. أكيد الولايات المتحدة الأمريكية تطمح أن يكون رئيس الوزراء من الموالين ومن حلفاء الولايات المتحدة الأمريكية، كما تطمح إيران أن يكون رئيس الوزراء القادم هو من حلفاء ومن أتباع السياسة الإيرانية، وممكن يكون من أتباع ولاية الفقيه في قوم في إيران. إلى أي مدى ترى دكتور يعني إيران فشلت؟ هناك من يرى أن يقول إن إيران فشلت في إقناع الموالين لها بدعم مرشح واحد للمنصب. يعني إلى أي مدى بات الخلاف من وجهة نظرك، يعني بناء على ذلك إلى أي مدى بات الخلاف بين الكتلة الواحدة والحزب الواحد أصعب من أن يحل؟ هذا صحيح، هذا صحيح. اليوم حزب الدعوة منقسم، هناك السيد نوري المالكي مرشح وبصورة طردية شخصية، وأيضا السيد العبادي مرشح بصورة شخصية. هناك المجلس الأعلى اللي انقسم إلى الحكمة والمجلس الأعلى، هناك الكثير من التيارات ومن الشخصيات الحزبية التي قدمت نفسها بصورة فردية. أيضا لا ننسى أن أغلب هذه الكتل والأحزاب السياسية الشيعية في العراق هي تابعة إلى مرجعيات مختلفة، وأيضا هناك انقسام بين المرجعية الدينية اللي موجودة في النجف الأشرف والمرجعية اللي موجودة في قوم. إذا هناك انقسام على صعيد المراجع الكبار، وفي نفس الوقت انقسام على صعيد المراجع تسلسلا، والأحزاب اليوم في العراق تتبع إلى مراجع مختلفة، بمعنى تتبع إلى اتجاهات سياسية مختلفة واتجاهات استراتيجية على صعيد الانتخابات أيضا مختلفة. إذا هناك انقسام في طبيعة الجسم السوسيولوجي الاجتماعي السياسي لهذه الأحزاب، وبالتالي سيؤثر على طبيعة هذه النتائج، ويصعب اليوم أن يكون هناك مرشح
واحد قوي ممكن يمثل جميع الأحزاب نعم الشيعية، هذا ما تحاول إيران، لكن بالتأكيد لن تفلح بالوصول إلى هذه الغاية. النائبة شروق العبايتشي دكتور غازي اتهمت الأحزاب الحاكمة بخداع الشعب العراقي لأكثر من 14 عاما. برأيك يعني ماذا ستقدم هذه الأحزاب للشارع العراقي وهو يعرفها جيدا ويعرف ماذا قدمت؟ هناك دعايات انتخابية وهناك محاولات لإقناع الشارع العراقي بها. نعم، أعتقد الشارع العراقي بوعيه الوطني النقي الواضح يؤمن اليوم أن هذه الأحزاب السياسية التي جاءت بعد 2003 واللي احتكرت العملية السياسية واحتكرت السلطة وقادت البلاد إلى فساد مالي خطير يقدر بأكثر من تريليون دولار، وأيضا انعدام الأمن، انعدام الاستقرار، الفوضى في المجال الصناعي، عدم وجود صناعة اليوم، انحطاط الزراعة، استيراد الغذاء لأكثر من 92% من غذاء اليوم العراق، التعليم، التربية، الصحة، الخدمات. قبل يومين كان هناك تجمع مع رئيس الوزراء للاحتجاج على سوء الخدمات وسوء الأوضاع الاقتصادية وانخفاض مستويات وقدرات البنية التحتية للعراق وما يقدم للمواطن. طبعا هو كان في الجواب أن السبب هو الحرب على الإرهاب، لكن هذا مبرر غير كافي على الإطلاق. إذا هناك فشل كبير لهذه الأحزاب السياسية الشيعية، هي نفس القيادات لهذه الأحزاب اعترفت بهذا الفشل الكبير. إذا هذه الانتخابات القادمة هي إذا أعادت إنتاج نفس القيادات، إذا سنذهب إلى كارثة حقيقية أخرى، بمعنى استمرار الفساد المالي والسياسي والإداري والأخلاقي، استمرار انعدام الأمن، الصراعات، الحروب، النزاعات، التضخم، البطالة، مستويات الفقر إلى آخره. يعني الوضع كارثي، ويجب أن تظهر قيادات حزبية سياسية جديدة تنقذ العراق، تنقذ البلد من هذه الكوارث المخيفة. دكتور غازي، النائب فائق الشيخ علي قال إن ميثاق الشرف الانتخابي منتهك منذ شهور ولا جدوى من توقيعه. ما هو ميثاق الشرف الانتخابي؟ الحقيقة يعني هو اللي وضعتها الأمم المتحدة، ممثل الأمين العام للأمم المتحدة، كجزء من للتعبير عن جزء من هذا الدور للأمم المتحدة للمنظمة الدولية في خلق ضوابط للعلاقات بين الأحزاب السياسية. مثل ما نلاحظ، نسمع عن التسقيط، نسمع عن الحملات المختلفة بين القيادات، بين الشخصيات، بين الأحزاب. هناك ممارسات في بعض الأحيان غير أخلاقية، غير قانونية بين هذه الأحزاب للفوز في المقاعد الانتخابية. أيضا نذكر تماما موضوع الرشا، موضوع شراء البطاقات، موضوع يعني الفساد في العملية الانتخابية نفسها، إضافة للمفوضية الانتخابية. إذا هذا الميثاق يفترض به أن ينظم العلاقة، يضبط العلاقة بين هذه الأحزاب. وأنا أعتقد شخصيا أن هذا الميثاق هو لا قيمة له، لأن في الأساس على هذه الأحزاب إذا كانت تحترم القيم الأخلاقية للانتخابات والقيم الديمقراطية، المفروض تحترم الدستور، تحترم القانون، تحترم القانون الانتخابي. فالقانون الانتخابي بحد ذاته هو يشكل ضابط يفترض للعلاقة بين الأحزاب اللي تشارك في العملية الانتخابية. نشكرك شكرا جزيلا دكتور غازي فيصل، الأكاديمي والدبلوماسي العراقي.